بس رابطة النوبيين محمي النوبيين باسكندرية. جمعية امتى وشيرة اسكندرية؟ لا احنا مش جمعية، احنا لحد دلوقتي يعني الجمعية المصري اللي كونت جمعية، لكن اسكندرية لسه احنا عددنا قليل جدا. يعني مبدئيا هنعملها رابطة بالنقابة عندنا، وللاسف يعني ايه احنا عددنا يعني يعتبر 21 22 واحد كلهم، انا يعني انا العجوز فيهم، يعني لسه ما الناس الكبار لسه يعني خايفين انهم يعني يبصوا للموضوع كده يعني بعدم اهتمام، فقلنا نجمع الشباب وبعد كده ان شاء الله نخاطب الناس دي، لان الناس دي هتبقى اضافه لينا ان شاء الله يعني، وربنا ييسر يعني. ايه سبل التعاون راح تكون بينكم بين الجمعيه المصريه النوبيه المحامين؟ لا ان شاء الله يعني اولا خلاص في التليفونات شغاله، احنا بنتعاون من دلوقتي، يعني في تعاون ابتدى من قضيه حيفاء، يعني في عناوين كانت بالنسبه لنا في بتوع اسكندريه كانت صعبه جدا، يعني هم ادونا العناوين ديت. ان شاء الله موضوع الارض والعوده زي ما قلنا كده، هم ما شاء الله عليهم يعني اهتمامهم الاكبر، فاحنا هنشوف ممكن ان شاء الله يعني نساعدهم. بالظبط كده، ما بامانه ما كانتش في الاجنده، احنا لسه بنقول يا هادي ما كانتش في الاجنده بتاعتنا، بس ان شاء الله معاهم باذن الله يعني. بخصوص قضيه هيفاء، افهم اللي في دعوه مستقله انتوا رافعينها غير الدعوه بتاعت جامعه المحامين؟ في دعوه مننا احنا رابطه المحامين بالاسكندريه، وفي دعوه من الجمعيه المصريه، احنا يعني ماشيين مع بعض ان شاء الله، نفس الخصوم ادخلناهم وربنا يسهل ان شاء الله، بس هي متاجله برضه. نتمنى اللي يكون في تعاون بيننا وبينكم في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى ان احنا نلتقي معاكم في لقاء خاص مستقبلا في اسكندريه باذن الله. حضرتك شكرا حضرتك.